أنا مهنتي بشتغل حداد عربي، حدادي قديمي، تراث قديم. يعني الحكي أنا بشتغل فيها من عمر يعني بال 35 40 سنة صار لي بشتغل فيها بالمصنع هاي. وتعلمت مارست مهني على يد هلا توفى الله يرحمه أبو حمد ونور الدين بكري، بيقولوا كمان كان معلم قديم. يعني هيك تراثنا وهذا وضعنا وهذا حالنا، بنشتغل منجر، بنشتغل الفاس، بنشتغل أي قطعة زراعية موجودة بنعملها بإذن الله بإيدنا هون. بالمهنة الحداد العربي والحداد العربي نحن والحداد الفرنجي بتختلف كثير بالأرض للسماء. نحن أي عنا هون حدادي بنشتغل بالحديد، قطع البولات القاسي الصلب، بنجيب العكس، بنجيب العكس كسارة ميل، حي الله ميل، الشكل اللي بدنا اياه بنعمله، المطلوب عنا بنعمله، وزميل بنعمله، حي الله شكل مو معدي زراعي كله بنعمله يدويا على النار بنكعه. اما الطرف الثاني الحداد، الحداد العربي يديك باب الحيم قص شريمون ما اكثر من هيك. والله بنشتغل بنبلش بشغل المنجل بريشه المقص، بتجينا ريشه ريش مقص سيارات مكسوره مقصورات، بنجيب الريشه بنحطها على بيت النار على الكور النار، وبيجي الشباب بنشرحها بالنص شقفتين، عندنا مقص حديد يدوي كمان، وبنفتحه وبنبلش نشتغل فيه بالمنجل. والمنجل قطعته بتكون بولاد، ريشه مقص بولاد حلوه كويسه وتفصيله هيك. والله يا اخي يعني الحكي من 3-4 سنين كان الاقبال كله موجود، يعني في اقبال كثير. كان عندي واحد بياخذ هيك بضاعه، كان بياخذ على مصياف على حماه على لاتقيه، يعني بوزعه هيك يعني بالتليفون بيروح. والحكي اقبال كويس، كنا ممتازين العشر سنين قبل منا. بالنسبه للحديدي شغيلي عم تطلع للبنان، بتطلع للاردن بضاعتنا تروح شغيله. بس حاليا هلا بالمحرة ضمن المحرة ضيقة، في حديدين زي كتير، يعني هاليوم الشغل كتير قليل كتير. إيه